المنتظر مساء اليوم، حيث سيكون ملعب 19 ماي 56 بعنابة على موعد مع مقابلة غاية في الإثارة ستجمع المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره المغربي لحساب الجولة الثالثة للمجموعات الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2012 لكرة القدم. وعلى وقع هذا اللقاء الهام تعيش عنابة أجواء بهيجة يصنعها أنصار الخضر في مختلف شوارع المدينة. ومن ملعب 19 ماي 56 بعنبة معنا على المباشر الزميل ياسين أبو خناف. ياسين هل تسمعني؟ نعم ياسين، أجواء مميزة إذا تسبق لقاء المنتخب الجزائري بنظيره المغربي، كيف تعيشون هذه اللحظات وماذا عن تشكيلة المنتخب الوطني؟ هل اتضحت معالمها؟ طبعا نعيش أجواء استثنائية هنا بملعب 19 ماي 56 بعنابة طبعا، وهذا تحسبا للقاء الذي سيجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيره المنتخب المغربي لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. طب شهد ملعب 19 ماي توافد كبير من أنصار المنتخب الوطني الذي جاءوا من عنابة ومن مختلف جهات الوطن وحتى من خارج الوطن، أجواء استثنائية قلت، وروح أم درمان عادت إلى عنابة، الكل متفائل هنا، الأنصار يعيشون أجواء استثنائية. طبعا الفريق الوطني كان قد أجرى حصة تدريبية الأخيرة أمس في توقيت المباراة، واتضحت بعض الشيء معالم التشكيلة الوطنية بنسبة 90%. طبعا راح يكون مبولحي هو الحارس الأول طبعا ويدخل اللقاء، الجهة اليمنى مهدي مصطفى، وسط الدفاع سيكون عنتر يحيى ومجاني، الجهة اليسرى ستكون بين مصباح أو بالحاج، في وسط الميدان هناك الأحسن ويبدأ كوسط ميدان لاسترجاع الكرات، أما بودبوز وزياني سيكون في الأمام ووسط ميدان هجومي، في الخط الأمامي جبور وكذلك غزال. طبعا هذه تشكيلة أقولها بتحفظ وسنوفيكم بالتشكيلة قبل انطلاق اللقاء. طبعا ما لمسناه كذلك والميزة الذي لمسناها عند اللاعبين الجزائريين هي هذه روح المسؤولية والوعي والتفاؤل عند كل طاقم الفني، وشعار اللقاء هو لا بديل عن الفوز، لأن الفوز معناها أن المنتخب الجزائري سيضمن أو سيبقي على حظوظه طبعا حظوظه في التأهل لكأس أمم إفريقيا، وذلك الذي نتمناه إن شاء الله. ياسين كنت معنا على المباشر من ملعب 19 ماي 56 بعنبة، شكرا جزيلا.